خلاص كلمة مش فاكر مع دكتور برهان، هنغني ونضحك ونذاكر مع دكتور برهان. الراجل اللي قدامك ده مريض ابيلابسي، هيدخل دلوقتي حالا في نوبة صرع حقيقية، بجد مش تمثيل، نوبة صرع حقيقية. واللي انت متوقعه انه هتجيله نوبة وتخلص ويفوق منها، صح ولا لا؟ وده اللي هيحصل فعلا بفضل الله. لكن اللي عايزك تفكر فيه، اللي عايزك تسأله لنفسك، هو ممكن تجيله النوبة وما توقفش؟ يعني الإبيسود دي ممكن تيجي وتفضل مستمرة؟ ولو ده حصل بيسموها إيه وبيعالجوه إزاي؟ حاجة بيسموها status epilepticus. لو المريض جات له نوبة صرع وطولت أكتر من 5 دقايق بيسموها status epilepticus، او لو جات له اكتر من نوبه، اكتر من ابيسود في ال5 دقايق دي من غير ما يرجع للنورمال ليفل اوف كونشسنس، برضو بيسموها ستاتس ابيلابتكس. وخلوا بالكم الجماعه بتوع زمان دول ايديهم كانت فرطه قوي، كانوا مبحبحين المده دي قوي في الديفينيشن، كان يقول لك نص ساعه او اكتر، دلوقتي يقول لك 5 دقايق. ما تبعبعها شوية يا أخي. يا راجل كويس؟ زين. status epilepticus، ودي كارثة طبعا يا حبايبي، دي medical emergency. طيب هنا المريض ده هيفوق من النوبة وهيبقى كويس، لكن احنا بنقول لو ما فقش، لو النوبة كملت معاه أكتر من 5 دقايق، يعالجوه ازاي؟ أول حاجة الـ ABC، سكيور الـ A والـ B والـ C، عارفينهم طبعا، A airway، B breathing، الـ C circulation. ولو قدروا يحددوا سبب للسيزر دي وكان السبب ده reversible، يعملوا ايه؟ يعالجوه aggressively، treat aggressively. طب لو النوبة استمرت وما وقفتش، if the patient continues to seize، بيدوا بنزودايازيبينز، ده البيست انيشال ثيرابي فور ا بيرسيستنت. خلاص بنزودايازيبينز زي لورازيبام او دايازيبام بيدوا انترافينوس، طبعا مش هيدوا اورال. لو البيشنت بس الادويه دي خلوا بالكم بتشتغل على الجابا ريسبتورز، potentiating الجابا ريسبتور فانكشن. طيب لو خد بنزودايزيبينز وبرضو النوبة استمرت، البيشنت continues to seize، بيدوا فوسفينيتاين. الفوسفينيتاين ده ليه نفس الافاكاسي زيه زي الفينيتاين، بس السايد افكتس، الادفرس افكتس اقل، فيور ادفرس افكتس، خلاص مقارنة بالفينيتوين. الفوسفينيتوين اقل، نفس الافكاسي لكن سايد افكتس اقل. طيب تفتكرها ازاي؟ لو قلنا الفينيتوين هو اليوستافندياية دي والفوسفينيتوين هو فص اليوستافندياية دي، فص يوستافندياية، فوسفينيتوين، تفتكر انه السايد افكتس اكتر، انه الادفرس افكتس اكتر وانه اقل؟ اكيد الفص اقل من اليوستافندياية كاملة، يعني فص اليوستافندياية اقل من اليوستافندياية كاملة، يبقى الفوسفينيتوين اقل في الادفرس افكتس من اليوستافندياية كاملة، صح ولا لا؟ هما نفس الافكاسي، ذا سيم افكاسي، لانهم الاثنين يوستافندي، لكن ده فص فينيتوين، وده فينيتوين كاملة، يوستافندياية كاملة، فالفص فينيتوين أقل adverse effects، fewer adverse effects مقارنة بالفينيتوين. طيب هنا هو العيان خلاص فاق، هو بقى كويس، لكن برضو هنفترض جدلا
ان هو النوبه بتاعته كملت اكتر من 5 دقايق، فدخل في ستاتس ابيلبتكس، ادوله بنزودايازيبينز وادوله فوسفينيتوين، برضه ما وقفتش النوبه وفضلت مكمله. بيعملوا ايه؟ بيدوا فينو باربيتول. انا مسميه فينو باربي، ادي باربي اهي وبتاكل فينو، فينو باربي لذيذ، فينو باربيتول. وادي العيان اهو، النوبه وقفت وفاق وقعد ياكل مع باربي فينو. طبعا باربي لما جبنا له باربي وقفت النوبه وقعد ياكل معاها الفينو. طب لو بقى ما وقفتش وما قعدش ياكل فينو مع باربي، الفينو باربيتول ما عملش حاجه، فينو باربي ما عملش حاجه برضو، يعملوا ايه بقى؟ لو العيان برضو continues to seize، يعملوا general anesthesia، general anesthesia. تعالوا بقى نعرف الكلام ده كله اللي احنا قلناه ده، نفتكره بأغنية سهلة جدا ولذيذة جدا هنغنيها ونفتكر الكلام ده بمنتهى السهولة زي ما احنا متعودين. أول حاجة الـ ABC، secure الـ A والـ B والـ C. أول حاجة الـ ABC واتطمن إنه able to breathe، وفي نفس الوقت شوف الـ cause لو كان reversible علي الـ dose، وفي نفس الوقت شوف الـ cause but if continues to seize status epilepticus. Status epilepticus. Status epilepticus. But if continues to seize. اديله بنزو ديازيبين. But if continues to seize. اديله فص فينيتو. But if اديله فينو باربي لذيذ. But if continues to seize. اديله جنرال انستيز. ياه. كورس المايسترو لشرح البطنة بالأغاني، شرح البطنة كاملة، اشترك الآن. مع دكتور برهان.